خلونا في البداية نروح لدينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا دينا. الجو كان حر قوي امبارح والنهاردة برضو. ده امبارح بالليل مش بالنهار كمان. وبالليل لا، النهاردة كمان درجة الحرارة يمكن العظمى هتكون 29، فأكيد هنحس بدرجة حرارة مرتفعة شوية، بس أحسن من البرد اللي احنا اتفاجئنا بيه من كام يوم. والله احنا تمام في برد وحر، المهم التراب اللي موجود ده يعني شاف فيه حل، يعني الحر نقعد في ظل برد نلبس. هو فعلا بيبقى صعب جدا الأتربة طبعا للمرضى حساسية الأنف والجيوب الأنفية طبعا، بس يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية ما يكونش فيها حاجة بإذن الله. يا رب على خير. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نبدأ معاكم في استعراض لأحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. كالعادة هنبدأ من القاهرة، وتعالوا بينا نروح لكوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية، لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش. من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، لكن المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم محافظة الجيزة، ونروح لشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية. الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. ولو هنروح لطريق المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، وبتستمر لغاية سلم أرض اللواء، لكن بعد كده في سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. أما المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة الأسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط في كثافات مرورية عند كوبري استانلي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب. نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. ونروح مكملين جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع كمان هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة لإطمئنان على حالات المرور، خلونا نستعرض معكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.